تكون المختلف كفر عقاب هاد إشي مش سهل، خصوصا إذا أنت أنثى. بتصفي في كتير ضغوطات نفسية ومجتمعية، وبتصفي أنت في طيار فوضى. أنا عسلين عطلة، عمري 18 سنة، مواليد وسكان قلندي كفر عقب. أنا خريجة مسرح وناشطة مسرحية، حالياً بشتغل مع مسرح البسطة اللي هو منصة أو مسرح شارع بناقش قضايا سياسية واجتماعية من الناس للناس. عسلين هو اسم قريتنا المهجرة، هجرت سنة 48 وقت النكبة في قرية صغيرة قضاء القدس. معنى الحرفي لاسم عسلين هو الأرض الخصبة. طلع علي بتطلع عليك، هاي القوانين أخوي. بشكل عام دور الأنثى في كفر عقب شوي مخفي، المجتمع أكثر ذكوري أو الشخصيات البارزة في المجتمع هي ذكور. شباب كبار بالآخر كله شباب، ما عمريش طلعت وشفت بنت أو مرة يعني أنثى ماخذة حقوقها الكاملة، ماخذة دور في المجتمع، عم بتكون حدا فعال وعم بغير وعم بفرض أفكار وعم بناقش وبتفاعل. فأنا حبيت يعني حسيت إنه أنا محتاجة أعمل هيك، عشان إذا ما عملت هيك بصفي زي أي حدا تاني، لا عندي صوت ولا عم بغير أي إشي، وبس بصفي ماشية في هالدنيا بدون أي هدف، بدون أي تغيير، وبدون أي أثر حقيقي. المسرح بخليني أحس إني أكثر من حدا، بعطيني الفرصة إني أتعمق وأستكشف شخصيات جديدة، واللي هي فعلياً بتبني شخصيتي أنا، وبتعطيني نظرة أو لمحة عن حياة شخص أنا ممكن ما عمري حطيت حالي مكانه. وهذا الإشي كثير قوي وكثير مهم، خصوصاً في مجتمعنا الفلسطيني، لأنه إحنا بحس إنه بننسى مين إحنا، بننسى الناس اللي حوالينا، ننسى طيبة القلب وقديش لازم نكون عفويين وفهمانين ومتعاطفين مع بعض. خمسة خمسة انصوا ونجهز حالنا للزيارة على أول الطرح. كمان المسرح وسيلة لطرح أفكار طريقة جديدة، وممكن تجذب الناس سواء في الشارع أو في قاعة مسرح أو يعني أي مكان في عرض، كل حدا رح ينجذب ويتطلع، وهون أنت بتاخذ القوة إنك تطرح أي موضوع بدك إياه بطريقة جديدة، وبصفي واصل لعدد من الناس أكبر. إنك تكون المختلف في كفر عقب هاد إشي مش سهل، خصوصاً إذا أنت أنثى، لأنه مكان كثير كثير مقيد. طريقة حياتي مش معتبرة الطريقة الطبيعية. إنك تعيش بهذا المحل وصلك لمفرق فيه طريقين، يا إما بتعيش الحياة اللي انفرضت عليك بكل القيود بالتالي بتخسر نفسك بين كل الفوضى، أو إنك بتلملم نفسك من كل الفوضى اللي حواليك وبتبني لحالك عالم خاص تتحدى فيه كل الصعوبات. وهي الطريق اللي أنا اخترته.